هذا من جدة السائل محمد يقول: سلفت زملاء لي أكثر من شخص مبالغ مالية، هذه السلف يا شيخ عندهم منذ سنين عديدة وهم غير قادرين على إرجاعها، والآن أسأل عن زكاتها، هل أخصمها من الزكاة لأنني مقتدر وعندي أموال، هل أخصمها من الزكاة لأنهم غير قادرين على التسديد؟ لا، خصمها لا يعفيك من الزكاة، ولكن إذا كانوا معسرين ولا يستطيعون التسديد فنظرة إلى ميسرة، فإذا سددوها زكيها عن سنة واحدة وما مضى ليس فيه زكاة، ما دام أنك ما تدري يسددون أو لا لفقرهم وعسرهم. نعم.